النهاردة بقول أول حاجة شكرا لكل الناس اللي قلقت عليا، وشكرا لكل الناس وصحابنا الحلوين اللي سألوا عليا الفترة اللي فاتت وكانوا قلقانين. طبعا الفترة اللي فاتت بعد ما شفتوا التلج والصور بتاعتي في التلج والجو بتاع العاصفة، كتير بصراحة سألوا وبعتوا لي رسائل ويا ترى عاملة ايه واخبارك ايه وكده. والجميلة ابتسام على طول بتسألني يا شيماء دايرة دفي نفسك ودفي العيال واعملي حلة محشي، ويا ريت لو الجو ساقع قوي كده اعملي راكية وتلفوا حواليها ولعي الفرن. طبعا يا ترى احنا هنعمل كل الكلام اللي ابتسام طلبته. طبعا ابتسام قاعده قلقان عليا على طول، وبين كل رساله ورساله تبعت رساله تقول لي خلي بالك من نفسكم الولاد ودفوا نفسكم. طبعا انا قلت لها هرد عليكي بالفيديو، والفيديو دوت رد على ابتسام وعلى كل الناس الحلوه والجميله اللي بتطمن علينا وبتقول انتوا عاملين ايه في الجو دوت والدنيا دي. احنا بالنسبة لينا طبعا لا هنعمل راقية ولا هنولع فرن ولا الكلام ده خالص. ليه مش هنعمل الحاجات ديت، او ازاي احنا هنتعامل مع الجو العام دوت مع التلج؟ درجة الحرارة برة ماينس 8 وماينس 6 ماينس 7 وهكذا. طبعا لما بيكون الجو حلو الفترة اللي فاتت فبتبقى ماينس 2. طبعا يعني الجو متجمد لكن احنا جوه البيوت الوضع مختلف تماما. احنا جوه البيوت ترى التكييف شغال؟ لا التكييف اهوت ومش شغال خالص، يعني التكييف مش شغلة التكييف خالص. امال ايه الوضع؟ بنعمل ايه؟ البيوت كلها مكيفة، البيوت فيها هيت، يعني احنا بندخل من التلج اللي بره ده ندخل على البيت نلاقي ان البيت سخن دافي. سببه ايه؟ سببه الهيت اللي موجود داخل البيت، واللي هوريها لكم حالا برضه عشان تبقوا عارفين الشكل العام بتاعها. لو بصينا هنا هنلاقي طبعا ان ورا الكنبه عندنا موجود الهيت، الهيت اهي، وده شكلها. ده شكل الهيت، وطبعا متوصل بمواسير وبتاع، وفي طبعا غيرها كمان موجود عندنا في اتنين ماسوره موجودين في البيت كله. واللي احنا شايفينه ديت المكبس بتاعها، ده لو احنا حبينا ان احنا نقلل درجه الحراره بتاعتها شويه، او طبعا ممكن نقفلها لان هو اصلا بيكون التكييف بتاعها بيكون مركزي، هو بيشتغل اوتوماتيك لوحده، يعني مش احنا اللي بنشغله في الاساس. هما زي ما قلت قبل كده ده اوتوماتيك بيوصل درجة الحرارة لتقريبا 10 درجة مئوية. في الحالة ديت اوتوماتيك بيشتغل، بنلاقي الهيت على طول شغال لما بنحس طبعا ان الجو بارد، لان طبعا من غيره برضو الجو بيبقى تلج، يعني الجو ما نقدرش نستحمله من غير الكلام ده خالص. طبعا التكييف موجود لكن التكييف مش شغال حاليا، التكييف بيبقى معظم شغله بيكون في فترة الصيف. طبعا درجة الحرارة هنا بتنزل لما بتنخفض لدرجة معينة بتكون البيوت اوتوماتيك متظبطة، يعني بنسبة تقريبا 12 درجة او 10 درجات، من 12 ل 10 درجات مئوية اول ما درجة الحرارة توصل لكده اوتوماتيك الهيت بيشتغل لوحده. طبعا ده معتمد على كل امريكا شغالة بالمنظر ده. طبعا واحنا بره طفي التلج، طبعا اول ما بنخرج من باب بقى العماره او باب البيت او الكلام ده كله بنبدا نتصدم بالواقع الفظيع المريع. لكن طبعا خلي بالكم ان احنا ما نقدرش نفتح شباك في الجو دوت، بتبقى طبعا يعني خلينا واقعيين ماينس 8، يعني احنا بنفتح الشباك من هنا نلاقي التلج واقف على الباب، كل حاجه بتتجمد لوحدها. لكن جوه البيوت طبعا هم لازم يكون محافظه على الناس في وسط التلج ده علشان طبعا تقدر تعيش، لان لو التلج او الدنيا بردت شويه او الدنيا برد كده الناس هتموت فعلا من البرد. يمكن كان في قصه الاسبوع اللي فات ان في واحده اتنقلت، واحده بتزور جارتها في البيت اللي جنبها، يعني بينهم وبين بعض بيتين، خرجت من البيت ده للبيت ده اتجمدت ماتت في النص، يعني بينها وبينها جارتها ما استحملتش البرد ماتت في ساعتها. طبعا احنا عندنا بره بنبقى لابسين الجواكت، الجواكت اللي انتوا بتشوفوها دي طبعا ديت عامله زي يعني بتبقى الفايبر ليها يعني مجهزه طبعا انها بتدفي وبتقفل علينا الهواء. لكن طبعا مع الكلام ده كله طبعا الجو برد، ومع كل التجهيزات دي طبعا بيدخل لنا برده برد في البيوت مع درجه الحراره زي ما قلت ماينس 8 وماينس 7 وماينسات اللي هنشوفها، وممكن نوصل في بعض الاحيان لماينس 60 18.
فده بالنسبة للجو العام اللي احنا بنكون فيه. ويمكن احنا قبل كده لما كنا بنشوف الافلام الاجنبية كنا بنبقى مستغربين ان الناس اللي ازاي الممثلين عايشين كده جوه وقاعدين بيمثلوا والدنيا بره تلج كده، ومش شايفين يعني ازاي يعني قادرين يلبسوا لبس عادي جوه البيوت. طبعا دوت بسبب الهيت المركزي اللي موجود جوه البيت علشان خاطر يعني درجة الحرارة يتحافظ عليها. هل في بيوت مش ما فيهاش هيت؟ لا، هي كل البيوت فيها هيت، لكن ممكن يكون في يعني حد مخفض درجة الحرارة، او لما بيكون مثلا ممكن يكون لو صاحب البيت جشع شوية ممكن يكون ايه يعني منتظر شوية ان هو ما يبقاش درجة الحرارة 8، لا يستنى عليها، قصدي لما تنزل درجة الحرارة شوية كمان. لكن طبعا في الحالة ديت من حقه اي حد من السكان ممكن يعمل شكوى فيه. فطبعا الناس هنا بتخاف زي ما قلت قبل كده في فيديو سابق، بتخاف من القانون، لان القانون هو الحاكم الرئيسي في البلد دي. فطبعا موضوع بقى المحشي وموضوع ان احنا نعمل راكية ونقعد جنبها، لا، احيانا بتكون الجون يعني بنكون بردانين جدا، وخاصة لما بنكون برا وجايين بيبقى جسمنا متشبع طبعا بالبرد دوت. بنحتاج طبعا حلة محشي اوكي، وبنعمل طبعا حاجات سخنة وكده، لكن طبعا باختلاف زي ما قلت كده، لان الجو ساقع جدا بره في مصر وساقع في الدول العربية دلوقتي. لكن احنا عندنا البديل زي ما قلت، اي حد بيدخل اي مصلحة اول ما بندخل على طول اوتوماتيك الباب بيفتح، الدنيا كلها فيها هيت، وزي ما قلت متظبط اوتوماتيك. وكمان في ناس بتبقى معلية درجة الهيت لدرجة الواحد ممكن يكون مش قادر ياخد نفسه من كتر السخونية اللي جوه المكان. لكن طبعا في اي محل، في اي شركة، في اي عيادة دكتور، اول ما بندخل طبعا الكلام دوت بيكون موجود في فترة الشتاء اوتوماتيك. وفترة الصيف برضو هندخل هنلاقي العكس، التكييفات شغالة لدرجة ان احنا ممكن في اماكن نسقع فيها من كتر ما التكييف عالي بالبرودة. فزي ما قلت دي قوانين علشان خاطر الناس وحفاظا على الناس، علشان الناس حتى تقدر تعمل شغلها. الناس هتروح شغلها ازاي وتبقى الدنيا ساقعة تلج وتبقى قادرة مش قادرة يعني تمسك القلم وكده؟ لا طبعا كل الحاجات دي يعني الناس بتدخل اوتوماتيك. احنا بندخل في اي مكان بنقلع الجواكت لان ما نقدرش نستحمل لبسة الجاكيت مع الهيت اللي جوه البيت. ده بالنسبة لدرجات الحرارة. هل في معاناة احنا بنعانيها؟ طبعا معاناتنا الاساسية ان احنا لو عايزين ننزل نشتري اي حاجة، طبعا مع العاصفة الثلجية ومع التلج اللي موجود بره بيكون طبعا درجة البرودة عالية جدا، ممكن نبقى مش قادرين نمشي. طبعا ايدينا ممكن تبقى حاسين ان هي الجو ساقع بشكل طبعا غير عادي، احيانا مبقاش قادرين ناخد نفسنا، وخاصة مع الماسكات ومع الكلام ده كله والكمامة، فطبعا الواحد بيكون مش قادر ياخد نفسه. المشكلة اللي بنقابلها تانية مع البرودة الشديدة ديت هي نقص فيتامين دي. معظمنا من ساعة ما جينا هنا امريكا عندنا نقص في فيتامين دي، اللي هو طبعا سبحان الله ربنا بيديهولنا واحنا من غير يعني ما نحس بيه من النعم اللي ربنا مديهالنا، وهي فيتامين دي احنا بناخده من حرارة الشمس. هنا الشمس مش زي عندنا كده يعني عشان ناخد منها فيتامين دي، فهي مش متوفرة بالشكل اللي احنا بنشوفه. علما بان برضو هيجي في الصيف بسبحان الله، رغم ان درجة الحرارة او احنا الشمس بتبقى قريبة، فجأة بنحس بالبرودة، بنحس طبعا ان الحرارة غير عادية كأن الشمس فوق دماغنا. ده بالنسبة للجو. طبعا كمان احنا عندنا هنا البويلر شغال على طول، والبويلر هنا مش شغال، مش موجود في الشقة. يعني ايه البويلر؟ اللي هو السخان. السخانات مش موجودة جوه البيت، مفيش سخان موجود جوه البيت خالص. ماشي، السخان بيبقى موجود في لو احنا في يعني على حسب البيت اللي كل واحد فيه، لو في فاميلي هاوس فبيبقى موجود في البيسمنت تحت، ولو في عمارة فبيكون ليها مكان مخصص تحت زي اوضة تحت خالص موجود فيها الحاجات دي، علشان طبعا حفاظا على الناس ان هو ما يحصلش فيه اي قلق. وبرده نفس الكلام البويلر بيشتغل لوحده وبيقيد، وبيكون درجة حرارة المية طبعا عالية جدا في الشتاء، وبتكون درجة الحرارة برده موجودة لكن ما مش بنفس درجة الحرارة العالية جامد في الصيف، موجود برده صيف وشتاء لكن بتكون بنسبة اقل من كده. اعتقد ان انا وضحت لكم في هذا الجانب الموضوع يعني بطريقة بسيطة، علشان خاطر الناس اللي دايما قلقان علينا. زي ما قلت طبعا وقعت التلج بقى في المشي، ووقعت التلج بكسر على طول، يعني ربنا يحفظنا جميعا. ويمكن انا قلت دوت في الفيديو بتاع التلج، ان احنا اللي ماشي دايما على رجليه بيدخل يجيب حاجه، طبعا بيكون في حرص جامد جدا، علشان طبعا واحنا داخلين الشوزات بتكون فيها تلج، فممكن الواحد يمشي في حته تروح ما
متزحلق او متزحلق في التلج وهو ماشي وهو بيعدي وهو بيتحرك عشان حتى يوصل يدخل جوه بيته. فطبعا دي بتكون فيها معاناة التلج. طبعا في العربية ساعات عايزة اقول لكم ان ممكن الواحد يسيب عربيته مش قادر يطلعها اصلا، مش قادر من كتر التلج ان هي تطلع. فمفروض ان التلج لما بينزل بسرعة الناس بتحاول تتنني، بنحاول نشيل التلج من على عربياتنا بسرعة علشان خاطر لما بيتجمد بيبقى عامل زي الفريزر كده القديم بقى لما كان التلج يتجمد ونبقى مش قادرين نطلعه، ولازم نسيحه شوية علشان خاطر التلج يدوب فنقدر نحرك العربية. فساعات بتكون العربية نفسها أزمة بالنسبة لينا، ان يعني حركتها هي وجودها وهي واقفة أسهل لنا من حركتها بره التلج وبره المشاكل دي. طبعا يمكن احنا اليومين دولت الدنيا اهدى شوية علشان خاطر المدارس في البيت، لكن طبعا كانت برضو نفس القصة حتى عشان خاطر وانا معانا عربية في بعض الاحيان بتكون المكان مقفول مش عارفين ان كل الناس موقفة عربياتها، فحتى لو وقفنا العربية قدام المدارس عايزين نتحرك عشان ندخل ولادنا عشان نتحرك عشان نقف على وسط الشارع ونعدي الشارع وكده. لكن طبعا هنا في قوانين تانية بتحكم موضوع التلج ده، ان كل واحد لازم ينظف قدام بيته، لازم ينظف قدام بيته ومليش دعوة قدام يعني جوه بيته ومش عايز ينظفه مفيش مشكلة، لكن الناس لازم يكون في مكان علشان الناس تقدر تمشي. ما اقدرش مثلا لو انا مشيت قدام بيت من البيوت واتزحلقت، في الحالة دي انا هقاضي صاحب البيت اللي ما شالش التلج من قدامه وكان سبب في الزحلقة ديت. طبعا زي ما قلت هنا القانون هو الفيصل في كل شيء. الناس دي بتحاول تعمل للشعب بتاعها طبعا كل يعني وسائل الراحة علشان خاطر تقدر تكمل، لان زي ما قلت احنا الجو لما بيكون درجة الحرارة يعني او ماشية بالمنظر ده، احنا تقريبا الصيف عندنا هنا عبارة عن شهرين. الصيف بيبقى يعني في شهر 6 تبدأ الجو يتحسن شوية، ويدوبك 7 و8 و9 ده بقى بيكون احنا ونصيبنا يعني نلحقه ناخد فيه اسبوعين كده من غير يعني سقعة. يا اما لما بتدخل السقعة بتدخل بتبقى السقعة رهيبة جدا، فمنلحقش حتى الهدوم الصيفي ما بتلحقش تتلبس يعني من كتر الشتاء ما هو الطاغي هنا. أتمنى أكون ضفة خفيفة عليكم، وأتمنى أكون رديت على كل التساؤلات، وأديني طبعا يا ابتسام عرفتي طبعا الموضوع، وكل الناس الحلوة الجميلة اللي سألت عليا في الفترة اللي فاتت بشكر كل الناس اللي دايما مهتمة ودايما يعني في تواصل بيننا وبينها، وبشكركم. وإن شاء الله أتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتي شيما في أمريكا. باي باي.